بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي ان شاء الله هنتكلم فيها على مشكلة معينة خاصة بحساس الشكمان، حساس العادم، حساس الاوتو سنسور. اتكلمنا طبعا في قياساته كلها، ولكن تحديدا انا هتكلم الحلقة دي عن نتيجة، يعني كان اسئلة من ناس افاضل مشتركين في القناة عندهم سيارات قديمة ملهاش قطع غيار، ونتيجة الاوضاع الاقتصادية مفيش استيراد، اي مشاكل من النوعية دي، المهم مفيش قطعة غيار اصلية للسيارة دي. السؤال، هل ممكن نجيب حساس بتاع سيارة تانية، موديل تاني طبعا، نحطه في السيارة بتاعتنا؟ طبعا مبدئيا انا ما بفضلش الكلام ده، ولكن نتيجة ظروف معينة وحنشوف ازاي نقدر نعمل الموضوع ده. طبعا لازم مبدئيا لازم هنستعمل افوميتر، ما ينفعش ابدا النظام بالشكل الكلام اللي احنا حافظينه بتاع كل حلقة، لان اي غلطة في حاجة زي كده في فولت هيدخل على الكمبيوتر ممكن يعملي مشكلة كبيرة والدنيا تبوظ خالص. طريقة العزل طبعا مش هنستعمل اللي هو ما يسمى بالشكرتون اللي زي ده، لان ده ما يتحملش طبعا، دي جنب ماسورة العادم، ده بيتفك وبيسيح والاسلاك هتلمس مع بعض. هنشوف مع بعض طريقة العزل ازاي كمان، لان دي من نقطة مهمة جدا، مش هنضيع وقت وندخل على طول على الفيديو العملي. ده مخطط لمقطع جانبي من حساس الاوتو سنسور، شايفين طبعا السخان بقى ليه طرفين والحساس نفسه ليه طرفين. في انواع اصلا ما فيهاش سخان، اللي هو السلك الواحد او السلكين. التلات اسلاك والاربع اسلاك دول بقى لازم فيهم سخان. ده نموذج للحاله اللي انا بتكلم عليها، عندي سنسور او حساس اللي تحت ده اللي فيه المشكله، وجبت حساس تاني الفيشة مختلفة ولكن الأسلاك ألوانها مختلفة. هنعرف إزاي؟ زي ما هنشوف دلوقتي، السلك السخان دايما لونين زي بعض، يعني اتنين أسود اتنين أبيض اتنين بني، ده يبقى كده سخان. سلك الإشارة بيبقى لونين مختلفين، مثلا أزرق وأبيض أو أسود ورمادي، على حسب بقى كل سيارة. هنشوف بقى إزاي دلوقتي نعرف الأطراف دي ونبدأ نلحم الفيش مكان بعض بشكل سليم وبدون مشاكل على كمبيوتر السيارة. لازم اول بس نشوف مخطط اسلاك. زي ما احنا شايفين ده مخطط كده قدامنا لانواع السناسل خاصة تقريبا 90% من السيارات. الخانة ناحية الشمال دي ماركة السيارة، يعني مثلا جنرال موتورز. الخانة اللي بعديها الشمال الشركة المصنعة للحساسات الخاصة بالشركة دي، يعني في دولفي، في دانسون، في بوش، في اوتولايت. بعد كده عندك واحد اتنين تلاتة اربعة، على حسب بقى الحساس الموجود في السيارة بتاعتك، يعني سلك واحد اتنين او تلاتة او اربع اسلاك، وكل لون بيدل بقى ده بتاع السيجنال بتاع الايرس بتاع الهيتر. غالبا سلك السخان بيبقى دايما سلكين نفس اللون، يعني اتنين بني اتنين اسود اتنين ابيض، ده اساسي. ممكن بعد كده بتلاقي بقى سلك السيجنال لون، وطبعا لازم سلك الاشارة لون، وسلك الارضي لون مختلف. طبعا انا ماشي بقى كده، انت بقى ايه عايز تشوف الماركة بتاعتك او السيارة بتاعتك، اعمل سكرين شوت او وقف الفيديو وشوف اللون تحديدا. يعني طيب انا عندي مشكله في الحساس دلوقتي، بس السياره دي لها قطعه غيار، فانا هنشوف بس الاول الاطراف ازاي نعرفها سليمه ولا لا. طبعا انا عندي مشكله، طلع لي مشكله ان السخان الخاص بالحساس ده في مشكله مقطوع. اتعلمنا طبعا ما ينفعش ابدا ناخد الحاجه بالشكل، لازم نتاكد ان فعلا الحساس ده في قطع او السخان الخاص بالحساس ده في قطع. واغلب على فكره اغلب مشاكل حساس الاوتو سنسور في اللي هي الاربع اطراف او الثلاث اطراف في السخان. طبعا طبعا عندي زي ما شفنا، ما دام في عندي لونين زي بعض يبقى دول السخان. عندي اتنين اسود، يبقى اللي هنعمله هنجيب الافوميتر بتاعنا ونوصله بالطرفين دول ونشوف كده هل فعلا مقطوع ولا لا. وصلنا الافوميتر بتاعنا، هظبطه على 200 اوم، اعطاني اوبن لوب دايره مفتوحه، يبقى كده السخان ده سلك السخان من جوه اتقطع، مش عاطيني اي مقاومه. يبقى كده لازم نبدل السخان ده، او اسف نبدل الحساس ده.
احنا جبنا حساس تاني جديد، وصلنا الطرفين الاسود اللي هم الخاصين بالسخان مع الافوميتر، هنشوف عطانا بقى كام كده. قوم عطاني 16.3، هو الرينج عامة ما بين ال 10 اوم لغاية 25 اوم. لو انت عندك في كتاب الصيانة في رقم معين يبقى نلتزم بيه، انما عطاني اوبن لوب او عطاني مثلا 150 اوم يبقى انا كده عندي مشكلة في السخان ده. طيب الحالة بتاعتنا دي بسيطة لان الاسلاك اللي في الفيشة زي اسلاك الحساس لانه نفس النوع، فهنوصل كل لونين شبه بعض مع بعض، مفيش اي مشكلة. نقطة بس بالنسبة للتوصيل، هنحط السلك نلحمه مع بعض كل لونين مع بعض، وبعد كده بمادة الهوت شرينج اللي هي الانابيب السوداء دي بتحطها على مكان لحام، وبعد كده بأي هواء سخن او ولاعة سجاير بينكمش على مكان لحام بعزل ممتاز وما يتفكش، بقاش فيه اي مشكلة. طيب المشكلة بقى بتاعتنا، لو انا دلوقتي جبت فيشة بسلك الوان مختلفة عن الحساس نفسه، فدلوقتي احنا عرفنا ان السلكين اللي لون بعض دول سخان، فخلاص انا عندي اتنين اسود ممكن الحمهم مع اتنين ابيض، دي مفيش مشكلة. هيتبقى عندي سلكين، سلك سيجنال وسلك اشارة. هنعرفهم ازاي؟ هنركب الحساس ونشغل المحرك 10 دقايق، السخان هيبقى شغال ولكن مفيش سيجنال. هنجيب الافوميتر بتاعنا نظبطه على 2 فولت او 4 فولت، وبعد كده هنبدا ناخد طرف افوميتر نحطه سالب بطاريه، والطرف الثاني هناخده ونحطه على الطرفين بقى. لو لا اداني طرف اداني اشاره 6.1 من الفولت، 8.1 من الفولت، اي فولت، يبقى ده كده معناه ده سيجنال. طبعا عندك فوق في الرابط في فيديو كامل عشان الفيديو ده ما يطولش، ازاي بتعرف الاشاره اللي جايه من فيشه الكمبيوتر، عندك في رابط وسايبه في الاسكريبشن تحت. الطرف الثاني هيبقى ارضي، فده بسيط جدا، خاص يبقى هو ده هيبقى الارضي. يبقى احنا كده عرفنا الاربع اطراف توصيلاتهم ازاي. هنا هنركب اللي هو الهيت شرينج اللي اتكلمنا عليه فوق اماكن التوصيل او اماكن اللحام، كل واحده هتتركب كده، وبعد كده بولاعه سجاير هنبدا نسخن على العازل الاسود ده، هينكمش فوق اللحام وهيكون معزول تماما زي ما احنا شايفين كده اهو. يبقى كده خلاص الحساس جاهز للتشغيل، هنركبه ونعمله بقى تيست بجهاز فحص الاعطال ونشوف الاراءات بتاعته سليمه ولا لا. كده بعد التركيب نشوف بقى الكمبيوتر الاعطال. كده شغلنا المحرك، الاوتو سنسور اللي هو بالخطوط الحمراء طالع نازل صح من 8.1 من الفولت لغايه 1.1 من الفولت طالع نازل، يبقى كده الحساس ده شغال بشكل سليم. بالنسبه بقى للهيتر للسخان، لو هنبص تحت على اللون الاخضر كده سنسور هيتر ديوتي 20%، هو ما بقاش قلنا على طول او اوف على طول، بيبقى متقطع، الكهرباء متقطعه، وعشان كده لما بتقيسه بالافوميتر السلك اللي جاي من الكمبيوتر للسخان اللي هو سلك الموجب بيبقى اقل من فولت البطاريه، لان هو اصلا متقطع، الافوميتر ما بيقيس التقطيع ده فبيجيب لك تقريبا المتوسط. فكده انا عندي الحساس اشتغل بشكل سليم تماما. زي ما شفنا الموضوع عايز يعني تبقى فاهم عندك بيانات تقدر تعمل الموضوع ده، غير الوضع ده هتعمل نظام تباديل وتوافيق ممكن الكمبيوتر نفسه يتلف الخاص بالسياره بتاعتك. بس ونشوفكم في حلقه جايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.